على الحدود بين السودان وإثيوبيا أيقظت جثث الجنود السودانيين الهدنة من سباتها، جذور نزاع عمره قرن. والعقدة هنا في الفشقة الحدودية الخصبة على طرفيها شرقا وغربا، روايتان متناقضتان وشرارة حرب. شرقا، وفي الحادثة الأخيرة تنفي إثيوبيا قتل الجنود السودانيين وتتمسك بروايتها، وغربا اشتكت الخرطوم جارتها لمجلس الأمن واستغلت ما حصل فحررت مستوطنة برخت التي تعد آخر معاقل القوة الأثيوبية داخل الحدود الشرقية، فأحكمت بذلك سيطرتها الكلية على الفشقة الكبرى جوهر النزاع. لكن أمام حساسية الأرض والسيادة، ما هي حدود الرد الممكن؟ وهل يمكن أن يصل إلى حرب مفتوحة؟ مغزى التوقيت مهم ولا يساعد، لذلك فإن فرضية التصعيد مستبعدة على الأقل الآن، فهناك ما يشغل البلدين داخلياً أكثر من نزاع حدودي لم يغب يوماً عن المشهد. تظاهرات 30 من يونيو المشتعلة على حقل أزمات سياسية في السودان، وملء إثيوبي ثالث يطرق أبواب التصعيد حول سد النهضة. كثيرة هي الصراعات الداخلية لكلا البلدين، وبينهما أيضا دولتان مأزومتان. بتصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناء. الشعب السوداني الكريم، القوات المسلحة السودانية إذ تتقدم بخالص التعازي لأسر شهداءنا الأبرار، تؤكد وبشكل قاطع بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وستقوم بالرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني سيظل غاليا دونه المهج والأرواح.